التأكيد على تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي المتعلقة بالسياسة الخارجية وبناء أفضل العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم، أبرز محاور مؤتمر السفراء السابع الذي أقامته وزارة الخارجية بحضور أكثر من 80 سفيرا. السفراء المشاركون أكدوا أن البعثات الدبلوماسية العراقية تعمل على تنفيذ السياسة الخارجية للعراق وفق الرؤية الحكومية. لا يخفى عليكم دور السفارات العراقية في الخارج في إيضاح وإيصال التوجهات العراقية وكذلك سياستها الخارجية من أجل تمتين العلاقات بين العراق والدول العالم، وكذلك للتأكيد على دور العراق الريادي في المحافل الدولية. نعتقد أنه العلاقات العراقية الآن هي على درجة كبيرة من التطور، ونعمل بشكل جدي من أجل جعلها من في أولويات الحكومة العراقية. بسم الله الرحمن الرحيم. اتباع لغة الحوار في حل الملفات العالقة مع الدول والابتعاد عن المحاور في معالجة قضايا المنطقة نهج تسير عليه حكومة السودان في سياستها الخارجية، سياسة تعتمد على مبدأ المصالح المشتركة وبناء علاقات اقتصادية متينة. بالنسبة للعراق اليوم منفتح على كل دول الجوار وعلى كل دول العالم، وهذه العلاقات الخارجية بالتأكيد ستؤسس إلى علاقات سياسية أمنية اقتصادية تجارية استثمارية في كل المجالات، حتى الاجتماعية وحتى الثقافية. وإلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية، يهدف مؤتمر السفراء إلى بحث سبل تطوير الخدمات القنصلية في الداخل والخارج، فضلاً عن تقديم الخدمات للجاليات العراقية في دول العالم، وبما يسهم في تسهيل معاملاتهم وإصدار وثائقهم. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.